اي مسج يا شباب كده. تمام. جود مورنينج سنة أولى. تمام يا مستر. أي حد بس سامعني الشباب يبعت لي أي مسج بس. سنة أولى. أوكي أنت سامعني كده يا يوسف صح؟ أو ايه يوسف سامعني كده؟ اوكي يوسف طيب احنا في الاسبوع اللي فات كنا دخلنا في زمن اسمه البريزن بيرفكت في يونت 3، وكنا ناقشنا اول جزء في اليونت. كنا شرحنا طبعا ايه شكل الفيرب في البريزن بيرفكت، وقلنا الفيرب في البريزن بيرفكت كان بيكون من هاز والهاف بلس البي بي. وقلنا بالنسبه للنيجاتيف لو انا عندي مثلا جمله وعاوز اخليها نيجاتيف في البريزن بيرفكت، فانا هجيب هاز اور هاف واحط بعدها نوت اور نيفر بلس البي بي. وبعد كده قلنا في الكويستشن في السؤال لو انا عاوز اعمل سؤال يس اور نو او سؤال دبليو اتش على البريزن بيرفكت، السؤال بتاعي بيبدا بهاف اور هاز بلس سبجكت بلس بي بي، وبعد كده بكمل سؤالي. يا اما لو هعمل سؤال دبليو اتش هبدا باداه الاستفهام دبليو اتش، بعدها مباشره انا احط هاف اور هاز بلس سبجكت بلس بي بي. وبعد كده اتكلمنا في نقطه تانية اللي هي اليوسج، هو احنا بنختار البريزن بيرفكت امتى معايا كده؟ فاحنا قلنا احنا بنختار البريزن بيرفكت المضارع التام في اربع حالات او اربع معاني. الاربع معاني دول كانوا عباره عن ايه؟ كل الكلام ده احنا قلناه الاسبوع اللي فات كله. كنا بنقول ان البريزن بيرفكت بنختاره لما نيجي نعبر عن اكشن حدث، حدث دوت يكون بدأ في الماضي ولسه شغال لغايه دلوقتي. ده كان فيرست يوسج معايا كده. فور اكزامبل مثلا لما اجي اقول اي هاف ليفد ان كايرو سينس 1995، يبقى هنا كده بعبر عن حدث بدأته في سنه 1995 ولغايه دلوقتي لسه بعمله. قلنا برضو بنختار بريزن بيرفكت لما نيجي نعبر عن حدث او موقف او تجربه شخصيه عملناها دون ذكر وقت حدوثها. مثلا فور اكزامبل لما اجي اقول اي هاف ترافل تو امريكا، انا سافرت لامريكا، ده حدث موقف شخصي عملته بس ما ذكرتش وقت حدوثه. من ضمن استخدامات البريزن بيرفكت كنا قلنا ان احنا بنختار البريزن بيرفكت لما نيجي نعبر عن حاجه احنا عملناها بس ليها ايفيدنس، ليها دليل على حدوثها ان ذا بريزنت في الحاضر. فور اكزامبل مثلا لما اجي اقول I have finished my homework. What should I do now? أنا خلصت الواجب بتاعي، أعمل إيه تاني دلوقتي؟ يبقى What should I do now دي بتدل على إن أنا بالفعل خلصت الحاجة نتيجة إن أنا بطلب أعمل إيه تاني. يبقى ده حدث حصل وليه آثار دل. قلنا برضو البريزن بيرفكت بنختاره لما نيجي نعبر عن حدث، الحدث ده مذكور جواه يا إما رقم يا إما عدد مرات، ويكون الجملة ما فيهاش كيورد أو فيها كيورد على البريزنت. زي مثلا فور اكزامبل لما أجي أقول I have read two pages from this book this week، انا قريت صفحتين من هذا الكتاب الاسبوع ده. ليه انا قلت have read؟ عشان حطيت رقم اسمه 2 2 pages معايا كده. طيب ايه تاني لما اجي اقول مثلا I have visited my uncle twice this week، انا زرت عمي مرتين هذا الاسبوع معايا كده. ليه هنا قلت have visited؟ عشان عندي عدد مرات متمثل في كلمه twice. ده الجزء اللي احنا قلناه المره اللي فاتت وحلينا عليه. هنبدا بقى نتكلم في جزء جديد، وهنبدا من النكست بيج لان كل الاسئله اللي قدامكم دي احنا حليناها الاسبوع اللي فات. هنبدا من بيج نمبر 2 معايا كده ونشوف ايه الجزء اللي جاي من الاسئله. طبعا احنا كنا حلينا تقريبا لغايه كويستشن نمبر 11، هنبدا من اول كويستشن نمبر 12. في كويستشن نمبر 12 لا بقول اتس ذا فيرست تايم اي سبيس ذيس اولد مان، بقول دي اول مره انا اقابل فيها الراجل العجوز ده. طبعا انا عندي اختيارات، عندي اختيار اسمه ميت، لتر بي هاف ميت، لتر سي هاد ميت، لتر دي اللي هو ميت. ها ويتش انسر از كوريكت كده يا شباب؟ طب يا يوسف انت بتقول لتر بي اللي هي هاف ميت، وانا بقول لك اكسلنت برافو عليك دي اجابه صح. طبعا احنا اخترنا لتر بي ليه؟ تعال نتناقش مع بعض. اخترنا لتر بي عشان انا قلت ان في حاجه اسمها كي ووردز، كلمات داله على البريزن بيرفكت. مين الكي ووردز دي؟ من ضمنهم كلمه اتس ذا فيرست تايم اللي معناها انها اول مره. بس كده لا، عندي برضو كي ووردز ثانيه. طب مين الكلمات الداله الثانيه؟
عندي مثلا كي وورد اسمها over the years اللي معناها على مر السنين، او throughout ages اللي معناها على مر العصور، او كلمة till now او up till now اللي معناها حتى الآن، او كلمة this week هذا الأسبوع، كلمة this term مع كده هذا الترم. كل دي كلمات دالة على البريزنت بيرفكت، كلمات دالة مباشرة بشوفها بختار البريزنت بيرفكت. طب ده سبب اختياري ل have met. نروح للكويستشن نمبر 13 ونشوف برضو إجابته إيه وبعد كده نشرح. بيقول لي have you space met a famous actor؟ فبقول never yet ever since which answer is correct. طبعا يوسف انت شايف انها letter C اللي هي ever. excellent يوسف برافو عليك. ليه اخترنا هنا letter C اللي اسمها ever؟ هنقول لان اتفقنا ان كلمة ever من الكيوردز من الكلمات الدالة، وقلنا ان كلمة ever بنختارها في مكانين في زمن البريزن بيرفكت. ايه هما المكانين دول؟ ممكن اختار كلمة ever في الكويستشن في السؤال اللي yes or no، وموقعها بيجي كالآتي. السؤال بيبدأ ب have or has plus subject، وما بين السبجكت والباست بارتيسيبل بنحط كلمة ever. فسبب اختيار الever في السؤال ده انها جاية في السؤال اللي yes or no، وجاية ما بين السبجكت اللي اسمه you والباست بارتيسيبل اللي اسمه met. طب ده المكان الاولاني لكلمة ever. المكان التاني بقى، قلنا بنختار ever في الافيرماتيف سنتنس في الجملة المثبتة، بس بشرط ان يكون الجملة دي يكون فيها صيغة تفضيل. واحنا اتفقنا ان صيغة التفضيل ليها شكلين، يا اما the بعدها short adjective plus est زي كلمة the tallest the happiest the quickest، او الاقي صيغة تفضيل مكونة من the plus most plus long adjective، يعني the بعدها most وصفة طويلة. مثلا for example لما اجي اقول the most beautiful the most interesting the most difficult وهكذا. تعالوا بقى نبص كده على question number 14 ونشوف هنقول ايه. في number 14 بقول this is the largest field I have space seen. ف which answer is correct يا جماعه؟ طيب الاجابه excellent هتبقى letter D اللي هي ايفر. طب ليه؟ لان لقينا كل المواصفات بتاعت جمله ايفر موجوده. احنا قلنا ايفر بنختارها في الافيرماتيف سنتنس، النص الاولاني من الجمله فيه صيغه تفضيل اللي هو ذا، وبعدها لارج دي عباره عن شورت ادجكتيف اخرها اي اس تي، والنقط جت ما بين هاف والباست بارتيسيبل، يبقى في الحاله دي هقول له كلمه ايفر. نروح لكويستشن نمبر 15 نشوف كده السؤال بيقول ايه. It's the most difficult question I space. معايا كده؟ فأقول I إيه بقى؟ Do ever answer؟ ولا had ever answered؟ Have ever answered؟ Have never answered؟ Which answer is correct يا شباب؟ طيب يوسف شايف إنها have ever answered. وهو إلسا شباب مين تاني؟ Have ever answered؟ طيب excellent يا يوسف، طبعا دي الإجابة الصح اللي هي letter D، sorry letter C اللي هي have ever answered. ليه اخترنا letter C؟ لأن احنا لقينا الجملة كلها affirmative مثبتة، ثانيا أنا لقيت في الجزء الأولاني إن الجملة فيه صيغة تفضيل متمثلة في كلمة the most difficult، يبقى في الآخر ما بين ال have وال has وال past participle هلاقي كلمة ever، فهقول have ever answered. question number 16 بيقول لي عمر has a space caught a fish. عمر has a space caught a fish، فأقول هاز إيه بقى؟ ever never since for. which answer is correct يا شباب؟ طب أنت يا يوسف شايف إنها letter B اللي هي never. هو إلسا شباب مين تاني؟ يوسف شايفها letter B. هو إلس مين تاني يا شباب؟ محمد مهاب شايف إنها letter B اللي هي never. تمام. طب اكسلنت سنه اولى برافو عليكم. كل اللي اختار كلمه نيفر دي اجابه صح. طب ليه؟ ان احنا قلنا ان نيفر بستخدمها عشان اعمل اي جمله اخلي اي جمله نيجاتيف، وقلنا نيفر في الحاله دي هتيجي في الجمله ما بين هاز اور هاف والباست بارتيسيبل. فانا الجمله بتقول عمر هاز سبيس كوت افيش، ولا كلمه من بقيه الاختيارات الباقيه ينفع تيجي في المكان ده من الجمله، اما الوحيده اللي تيجي ما بين هاز اور هاف والباست بارتيسيبل في اي جمله عشان فيها هي كلمه نيفر، فبقول عمر هاز نيفر كوت افيش. نروح للكويستشن نمبر 17 ونركز فيه. بقول اي سبيس ساتش ا مارفلس بليس. اي سبيس ساتش ا مارفلس بليس. اقول دو ايفر فيزيت ولا هاف نيفر فيزيتد ولا هاف ايفر فيزيتد ولا ايفر فيزيتد؟ Which answer is correct يا شباب؟ طيب يوسف شايف انها letter B اللي هي have never visited. Who else يا شباب؟
مين تاني؟ مين تاني يا شباب شايفها؟ محمد مهاب شايف انها letter B اللي هي have never visited. excellent يا شباب، برافو عليكم. طبعا في الجملة دي انا هختار have never visited لأسباب. ايه الأسباب؟ احنا قلنا ان احنا ساعات بنختار never ما بين have او الhas والبي بي، بس بشرط ان يكون في الجزء الثاني من الجملة في التركيبة دي، في كلمة such بعدها a or an plus adjective plus noun، معايا كده؟ ده موجود في الجمله. انا شفت ساتش بعدها ايه، بعدها مارفلس اللي معناها رائع، وكلمه بليز دي عباره عن نون، يبقى في الحاله دي بختار كلمه نيفر. طب ايه المعنى بتاع الجمله؟ بقول اي هاف نيفر فيزيتد ساتش ا مارفلس بليس، معناها ان انا عمري ما زرت مكان رائع من قبل مثل هذا. نروح للكويستشن نمبر 18. هاف يو سبيس بوستد ذا ليترز؟ هاف يو يت نيفر جاست ليتلي؟ ويتش انسر از كوريكت يا جماعه؟ يوسف، محمد. طب يوسف شايف انها ليتر سي اللي جاست، محمد مهاب برضو شايف انها ليتر سي جاست. اكسلنت، برضو برافو عليكم. ليه اخترنا كلمه جاست في المكان ده؟ احنا كنا عارفين ان جاست بتيجي في السؤال اللي يس اور نو ما بين السبجكت والباست بارتيسيبل. يبقى انا لو عندي سؤال مبدوء بهاف اور هاز بلس سبجكت وبعد كده في سبيس بلس باست بارتيسيبل، في المكان ممكن اجيب كلمه من الكلمات اللي انا قلتها دلوقتي. ممكن اجيب كلمه ايفر، ممكن اجيب كلمه جاست، ممكن اجيب كلمه اوريدي، ممكن اجيب كلمه ريسنتلي. كل دول الكلمات تيجي في الاماكن ده. طبعا انا بقول من الاربع كلمات اللي احنا قلنا عليهم كلمه جاست، يبقى هاف يو جاست بوستد ذا ليترز. نروح للكويستشن نمبر 19. بيقول لي شي هاز سبيس واتشد ذيس بلاي، فاقول ايفر ولا يت ولا اوريدي ولا ليتلي؟ ويتش انسر از كوريكت يا شباب؟ طيب يوسف شايف انها اوريدي، ومحمد شايف انها ليتر سي اللي هي برضو اوريدي. اكسلنت، برضو برافو عليكم. احنا قلنا اوريدي يا جماعه بتيجي في الافيرماتيف سنتنس في الجمله المثبته، ودايما بختارها ما بين هاز اور هاف والباست بارتيسيبل كده. يبقى اوريدي بتيجي في الجمله الافيرماتيف والجمله المثبته اللي في البريزنت بيرفكت ما بين هاز اور هاف والباست بارتيسيبل، واحيانا بنستخدمها في نهايه الجمله. يعني انا ممكن اقول شي هاز اوريدي واتش ذيس بلاي، ممكن اقول شي هاز واتش ذيس بلاي اوريدي، ليها المكانين دول، ممكن في اخر الجمله او ما بين هاز اور هاف والباست بارتيسيبل. في الكويستشن نمبر 20 بيقول لي هي هاز بوت 3 كارز، هو اشترى 3 عربيات. اقول يت ليتلي ايفر سينس. Which answer is correct يا سنة أولى؟ يوسف، يا محمد. Again بقول الجملة تاني. He has bought three cars yet lately ever since. يا شباب. Can you hear me? Is it difficult type? Okay, يوسف ستاندر شايف انها letter B اللي هي lately. محمد، اوكي يا شباب، طبعا الاجابه هتبقى letter B lately. اكسلنت يا يوسف. ليه قلنا كلمه ليتلي؟ لان احنا اتفقنا ان كلمه ليتلي بتيجي في نهايه الجمله. بس ركز، لا يا محمد هي مش يت. ليه مش يت؟ لان يت بتيجي في نهايه الجمله النيجاتيف، معايا كده؟ انما ليتلي بقى ايه قصتها؟ ليتلي دايما بتيجي في النهايه برضو، بس ممكن استخدمها في نهايه الجمله الافيرماتيف، وممكن استخدمها في نهايه الجمله النيجاتيف. يعني ممكن تيجي في نهايه الجمله المثبته وفي نهايه الجمله المنفيه. يبقى انا في الحاله دي بقول هي هاز بوت 3 كارز، اقول له كلمه ليتلي. في question number 21 space he has written two pages، فبقول ever never since so far. which answer is correct يا شباب؟ ever never since so far which answer is correct؟ اوكي يوسف، يوسف قال so far.
اكسلنت يا يوسف، وبرضه محمد شايف انها ليتر دي سو فار اكسلنت يا شباب، برافو عليكم. ليه في الجمله دي اخترنا سو فار؟ لان احنا عارفين ان سو فار من الكي ووردز، من الكلمات الداله على البريزنت بيرفكت، وليها مكانين الكلمه دي سنه اولى. ممكن استخدمها ات ذا بيجينينج اوف ذا سنتنس، يعني في بدايه الجمله، او ات ذا اند اوف ذا سنتنس، في نهايه الجمله. يبقى كلمه سو فار من الكلمات الداله على البريزنت بيرفكت تيجي في اول او في نهايه الجمله، ويشترط ان الجمله تبقى افيرماتيف، تبقى جمله مثبته. فانا بقول سو فار حتى الان هي هاز ريتن تو بيجز. نروح للنكست بيج، بيج نمبر 3، وبص كده على question number 22. في question number 22 بيقول لي he hasn't handed in his homework space. فأقول already, recently, yet, ever. Which answer is correct يا شباب؟ طب يوسف قال إنها، قال انها يت، ومحمد شايف انها لتر سي يت، وانا بقول لكم برافو عليكم اكسلنت، هتبقى لتر سي اللي اسمها يت. ليه قلنا يت يا جماعه؟ لان احنا لسه قايلين من شويه ان يت دايما بنستخدمها في النهايه، بس في نهايه الجمله النيجاتيف او في نهايه السؤال اليس اور نو. فهنا الجمله بتقول هي هازنت هاندد ان هيز هوم ورك يت، يعني هو لسه ما سلمش الهوم ورك بتاعه حتى الان. في كويستشن نمبر 23 ونركز، شي هازنت ايت اللنتل سبيس لاست ويك. معايا كده؟ في الجمله دي اختار مين بقى؟ اختار فور، اختار سنس، اختار يت اوريدي. ويتش انسر از كوريكت يا شباب؟ اي سنه اولى؟ شي هازنت ايتن لنتل سبيس لاست ويك، فور، سنس، يت اوريدي. طيب اكسلنت، برافو عليكم. انتوا الاثنين قلتوا سنس. ليه اخترنا سنس في الجمله دي؟ ان احنا اتفقنا لما نيجي يجي لي اي سؤال على سنس او فور، لازم ابص قبل السبيس، قبل النقط، اتاكد بس ان الزمن اللي موجود هو هاز اور هاف بلس البي بي، يعني الاقي عندي زمن البريزنت بيرفكت. والنقطه الثانيه اركز على البيريد اوف تايم، الفتره الزمنيه اللي بتيجي بعد السبيس، اللي بتيجي بعد النقط. فاحنا قلنا لو لقينا في النص الاولاني من الجمله هاز اور هاف بلس باست بارتيسيبل، ولقينا بعد النقط مده، يبقى انا هختار يا اما سنس يا اما فور. طيب جاب الاختيارين مع بعض زي الجمله اللي قصادنا دي، سنس وفور مع بعض، اختار سنس ولا اختار فور؟ فاحنا قلنا ايه؟ قلنا سنس بنختارها لما نلاقي المده اللي جت بعدها بتعبر عن نقطه بدايه الحدث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم المده اللي تيجي بعد سنس تكون مده معبره عن الوقت اللي بدا الحدث يتحرك منه، النقطه اللي بدا الحدث يتحرك منها. انما بنختار فور لما بنلاقي المده اللي جت بعدها بتعبر عن مده الحدث كامله. يعني فور اكزامبل، لما اجي اقول ايه؟ لما اجي اقول I haven't eaten fish since مثلا last Monday، هنا في الجمله دي ليه قلت since؟ ان انا بقول في الجمله دي انا لم اتناول السمك منذ يوم الاثنين اللي فات. انا بالنسبه لي يوم الاثنين اللي فات كمده هو ده اليوم اللي بدات منه ما اكلش وجبه السمك. معايا كده؟ يبقى هي دي المده اللي بتعبر عن نقطة بداية الحدث، نقطة إن أنا بدأت ما أكلش سمك من يوم الاثنين اللي فات، مش كده؟ بقول سنس في جملة زي كده. إنما لما أجي أقول I haven't eaten fish for six days، ده معناه إن أنا ما أكلتش السمك منذ ست أيام، وأنا بالنسبة لي الست أيام دول ما ينفعوش يبقوا نقطة بداية حدث. يعني كده الست أيام دول هم أكيد مدة الحدث كاملة. يبقى أنا دايماً بختار سنس لما بلاقي المدة اللي بعدها بتعبر عن نقطة انطلاق أو بداية الحدث، لما بختار فور لما بلاقي المدة اللي بعدها بتعبر عن مدة الحدث كاملة. ففي الجملة دي بقول she hasn't eaten lenten، هي لم تأكل العدس space last week، فبقول يا جماعة since last week. ليه قلت since last week؟ لأن last week الأسبوع اللي فات هو كان نقطة انطلاق الحدث. نروح للquestion number 24، بيقول لي أمير has traveled abroad space as long as I can remember. فأقول since yet for already. Which answer is correct يا سنة أولى؟ طيب يوسف شايف إنها letter D اللي هي already. محمد يوسف شايف انها لتر دي، ومحمد برضو شايف انها لتر دي اوريدي. انا في كويستشن نمبر 24. طيب نبص كده مع بعض في الجمله دي. في الجمله دي بيقول لي اميره هاز ترافلد ابرود سبيس از لونج از اي كان ريمبر. انا في الجمله دي لو بصيت قبل السبيس
قبل النقط هلاقي عندي الزمن اسمه بريزن بيرفكت، بدليل ان انا عندي هاز ترافلد. ولو بصيت بعد السبيس هلاقي عندي فتره زمنيه اسمها از لونج از، يعني مده طويله ك. يبقى انا لما الاقي يا جماعه از لونج از معايا كده، ومده بتعبر عن مده حدث كامله، يبقى في الحاله دي هقول له كلمه فور. ونحفظ الحته دي سنه اولى، ان لما بلاقي بعد السبيس الاكسبريشن اللي اسمه از لونج از، بختار الكلمه الداله اللي اسمها فور. يبقى الجمله مره تانية، امير هاز ترافلد ابرود فور از لونج از اي كان ريمبر، يعني سافر للخارج من زمن طويل على ما اتذكر. ده معنى الجمله. تعالوا كده معايا النمبر 25، بقول I have stopped smoking since I space Netherlands. فقول في الجملة دي إيه بقى؟ had left, have left, has left, left. Which answer is correct يا شباب؟ سنة أولى يوسف محمد. طيب يوسف شايف إنها letter B have left. محمد، محمد شايف انها لتر ايه اللي هي هاد ليفت. لا بصوا يا جماعه، اجابتنا في الجمله دي مش صحيحه. يعني نقرا الجمله كده ونركز. I have stopped smoking، انا توقفت عن التدخين، since I space Netherlands، منذ ان تركت هولندا. هولندا طبعا اللي هي نيذرلاندز، دي دوله هولندا. انا بقول يا جماعه ان سنس لما باجي استخدمها ككونكتور، كاداه ربط، ليها قاعده لازم تتحفظ سنه اولى. ايه القاعده دي؟ بنقول ان سنس لما تربط جملتين، وسنس تبقى جايه في نص الجملتين، قبلها بلاقي بريزنت بيرفكت، يعني قبلها بلاقي هاز اور هاف بلس البوست بارتيسيبل. طب بعدها دي الحته دي ما ننساهاش خالص، بعدها بلاقي جمله كامله وزمنها بيبقى باست سيمبل. يعني ايه باست سيمبل؟ يعني يا اما فيرب في اخره اي دي، يا اما اي ريجولر فيرب. يبقى احنا لو بصينا على الجمله كويس هنلاقي سنس جايه في النص، قبلها في هافنت، سوري قبلها في هاف ستوبد، ده بريزنت بيرفكت، يبقى بعدها بختار الباست سيمبل. فين بقى الاختيار اللي بيعبر عن الباست سيمبل في الاربع اختيارات يا سنه اولى؟ هيبقى لتر دي اللي اسمه ليفت. يبقى اي هاف ستوبد سموكينج سينس اي ليفت نيذرلاندز. نروح للكويستشن نمبر 26. I haven't played squash since I space met my friend علي. Which answer is correct? Already, lately, last, have. سنة أولى يوسف محمد. طيب محمد شايف إنها لتر دي اللي هي هاف، ويوسف شايف إنها لتر سي اللي هي لوست. طيب اكستنت يا يوسف، برضو الإجابة هنا هتبقى لتر سي اللي هي لوست. محمد ركز معايا فيها، لأن أنا لسه قايلها دلوقتي حالا. إحنا قايلين سنس لما تيجي تربط جملتين قبلها بيجي بريزن بيرفكت، فانا عندي هافنت بلايد، ده بريزن بيرفكت، وبعدها بلاقي باست سيمبل، جمله كامله في الباست سيمبل. فانا لو بصيت على الجمله اللي بعد سنس هلاقي عندي اي بعدها سبيس ثم مت، مت ده فيرب في الباست سيمبل. خلاص كده انا عندي القاعده كامله اهو. ولكن انا بقول ايه؟ بقول لما يجيب لي سنس وبعدها سبجكت وبعد السبجكت الاقي سبيس وبعد السبيس الاقي باست سيمبل، يبقى في المكان ده انا ناقصت كلمه عشان يكمل معنى الجمله. مين الكلمه دي؟ كلمه لاست اللي معناها اخر مره. نقرا بقى الجمله مره ثانيه. بقول I haven't played squash، انا ما لعبتش سكواش since I last met my friend علي، منذ اخر مره قابلت فيها صديقي علي. يبقى هنا كلمه لاست ممكن احطها ما بين السبجكت والفيرب اللي في الباست سيمبل في الجمله اللي بعد الاداه اللي اسمها سنس. يبقى دي يا جماعه من ضمن الرولز ومن ضمن التكات اللي ممكن تجي لي على قاعده سنس، انه يجيب لي سنس وبعدها جمله ويجي ما بين السبجكت والباست بارتيسيبل يحط لي سبيس في المكان ده اقول له كلمه لاست. نروح للكويستشن نمبر 27 ونركز فيه شويه. علا سبيس ذيس فيلم سينس هير فازر كيم باك هوم. فاقول واتشز، هاز واتشد، هاز بين واتشنج، had watched. Which answer is correct يا شباب؟ طيب يوسف شايف انها letter C has been watching. تمام. ومحمد شايف انها letter C. تمام. يبقى يوسف شايف انها letter C ومحمد شايف انها برضه لتر سي. طيب
برافو عليكم، اكسلنت. نبص بقى في الجمله دي كويس. انا شايف في الجمله دي في كلمه سنس جايه في النص، واحنا عارفين ان السنس لما بيبقى كونكتور اداه ربط بيجي بعدها جمله في الباست سيمبل، وده اللي موجود في الجمله دي. انا عندي بعد كلمه سنس في جمله بتقول هي الفاذر كيم باك هوم، وانا عندي كيم ده الباست سيمبل من كده. يبقى اذا هنا سنس جاي بعد الباست سيمبل. ناقص بقى قبل سنس اختار حاجه من اتنين، يا اما بختار بريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام، يا اما بختار بريزنت بيرفكت كونتينوس اللي هو المضارع التام المستمر. ايه الفرق ما بين الزمانين؟ البريزنت بيرفكت بيتكون من هاز اور هاف بلس باست بارتيسيبل، انما البريزنت بيرفكت كونتينوس بيتكون من هاز اور هاف بلس بين بلس فيرب بلس اي ان جي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا بختار البريزنت بيرفكت كونتينوس لما يكون الحدث فيه شيء من الاستمراريه. طالما الجملة اللي قبل سنس كان فيها شيء من الاستمرارية، يعني الحدث خد فترة من الوقت، ففي الحالة دي بختار البريزنت بيرفكت كونتينوس. طيب هل الكلام ده موجود في الجملة؟ تعال نقرا كده. بقول علا سبيس ذس فيلم سينس هير فاذر كيم باك هوم. لو حبيت اترجم هقول علا بتتفرج على هذا الفيلم منذ ان باباها رجع للمنزل. يبقى من ساعة ما باباها رجع وهي شغالة بتتفرج على الفيلم. اذا المشاهدة بتاعت الفيلم فيها استمرارية، طالما الجملة عبرت عن استمرارية بقى انا بروح للبريزن بيرفكت كونتينيوس متمثل في ليتر سي اللي اسمه هاز بين واتشينج. نروح للكويستشن نمبر 28. بيقول لي ايت سبيس الونج تايم سينس اي لاست ايت فيش. فبقول ووز ولا هاد بين ولا از ولا هاز، ويتش انسر از كوريكت يا شباب؟ ايه سنة أولى؟ طيب محمد مهاب شايف إنها لتر سي اللي هي إز، يوسف شايف إنها هاد بين اللي هي لتر بي. تمام، بصوا كده يا شباب تعالوا نشرح الجملة دي كده مع بعض. إحنا طبعًا إيه لسه شغالين على قاعدة سنس، اللي إحنا قلنا قاعدة سنس قاعدة متشعبة يعني فيها شرح كتير. إحنا شرحنا كذا قاعدة ليها في الجملتين اللي فاتوا، ودي آخر قاعدة هنشرحها في سنس. إحنا بنقول إن سنس معايا كده لما بتربط جملتين قلنا بعدها بيجي باست سيمبل، وبرده ده موجود في الجملة دي. فبقول سنس أي لاست إيت فيش، هنا يا جماعة بعد سنس لقيت جملة كاملة والفيرب بتاعها في الباست سيمبل متمثل في الفيرب اللي اسمه إيت. بس لو بصينا قبل الجملة، لو بصينا على الجمله اللي قبل سنس هنلاقي الجمله مبدئها بات وبعد ات في سبيس نقط يعني، وبعد السبيس في فتره زمنيه اسمها الونج تايم. انا بقول ايه بقى في القاعده دي؟ بقول ات بقول لما كلمه سنس تيجي في نص الجمله، الجمله اللي قبل سنس مباشره الاقيها مبدؤها بات وبعد ات في سبيس نقط وبعد النقط في فتره زمنيه زي كلمه الونج تايم، يبقى هنا في المكان ده انا بدور على اختيار من اتنين ما لهمش تالت. ايه هما بقى الاختيارين دول؟ يا اما بدور على الفيرب اللي اسمه از، يا اما بدور على الفيرب اللي اسمه هاز بين، مش هاد بين، هاز بين. يبقى اذا نقول من تاني السنس جت في النص يبقى قبلها مباشره، طالما الجمله مبدؤها يبقى لازم بعد ات اختار يا اما از يا اما هاز بين. يبقى في الحاله دي انا هقول هاز بين، يبقى ات سوري هقول از، يبقى هقول ات الونج تايم يعني انها فتره طويله سنس اي لاست ات فيش. كويستشن نمبر 29 نركز فيه. بيقول لي عمار hasn't downloaded any song space the last year. عمار ما نزلش اي اغنيه سبيس السنه اللي فاتت. فاقول له سنس ولا فور ولا يت ولا اوريدي؟ ها which answer is correct. طيب انت قلت يا يوسف فور، انت برافو عليك. ليه قلنا فور؟ لان احنا اتفقنا فور بنختارها لما نلاقي بعدها ذا بلس زائد يعني كلمه لاست وبعد لاست اي مده. يبقى في الحاله دي بقول له فور ذا لاست يير، وقبلها طبعا في بريزنت بيرفكت اللي هو هازنت داونلود. ذا لاست كويستشن ده اخر سؤال نركز فيه. ده حوار ما بين اي وبي، فاي بيقول لي بي ايه بقى؟ بيقول له هاف يو شات ذا جيتس، هل انت قفلت الابواب؟ فبيرد عليه وقال له يس اي سبيس ذم هاف ان اور اجو. فاقول له ويل شات ولا هاف شات ولا شات ولا هات شات؟ ها ويتش انسر از كوريكت يا شباب؟ يوسف شايف انها لتر دي اللي هي هاد شات. طب لا انا شايف ان الاجابه هتبقى لتر سي اللي هي شات. طب ليه؟ انا عندي سؤال بيقول هاف يو شات ذا جيتس، هل انت قفلت الابواب؟ السؤال في البريزنت بيرفكت، بس لو بصينا على الاجابه بتاعه السؤال هنلاقيها في الباست سيمبل بدليل ان هو حاطط كلمه اجو في الاخر. لقيت كلمه اجو يبقى دي كلمه داله على الباست سيمبل، يبقى انا هجاوب في الباست سيمبل. يبقى في الحاله دي هقول يس اي شات ذم هاف ان اور اجو. في الحاله دي هنختار لتر سي.
thank you for listening يا شباب, and see you next week إن شاء الله. السلام عليكم.